حضرت اليوم توزيع 3 ديال الجوائز على طلبة مترشحين اللي اشتغلوا في المجال القانوني وفي المجال ديال الاقتصاد او التدبير في مجال المنافسة. وهذه الجائزة هذه جات بطبيعة الحال رغبة في تشجيع الطلبة على الاهتمام بهذا المجال بشكل عام. وهذه الجائزة مفتوحة في وجه الطلبة لتيرقهم هذا المجال وتيبحثوا في هذا المجال، واللي العمل ديالهم ما تتجاوزش عليه المدة، ما تتفوتش عليه المدة ديال 3 سنوات من بعد ما تيتم الإعلان عن فتح باب المنافسة. اليوم ترشحت الجائزة التي نظمها مجلس المنافسة للبحث العلمي. قمنا بإرسال البحوث ديالنا سواء أطروحات الدكتورة أو رسائل الماستر. شخصيا ترشحت برسالة الماستر. لو سوجي خصو يكون ضروري عنده علاقة بقانون المنافسة، يعني بلا كونكورونس بصفة عامة. فبعد طبعا ما اللجنة تخطت لي كونديداتور، فينالمون كانوا 3 ديال الفائزات اللي منهم انا. وبهذا كنشكروا مجلس المنافسة على هذه المبادرة اللي كتشجع للبحث العلمي وكتزيد تشجعنا اننا نستمروا باننا نبحثوا في هذا المجال ونعملوا دي ريغيرش نوفاتريس اي ريغوريس. شكرا. بالنسبة لمجلس المنافسة كان دفعنا لي دوسي ديالنا، الحمد لله حنا تهزينا 3، حصلت على المرتبة الثانية. بهذه المناسبة كنشكر مجلس المنافسة. خدمت على مواد الطاقة.